الآن باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. الحلقة 9 من برنامج إيماننا الأقدس. إحنا في أسبوع السامرية، الأحد الرابع من الصوم الكبير، أو أحد النص اللي هو يبقى نص الصيام فات. كل سنة أنتم طيبين. القراءة بتاعت السامرية اللي هو من إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح الرابع دي بتتكرر في الكنيسة 3 مرات في السنة. النهاردة اللي هو الأسبوع الرابع في الصوم بتتكرر تاني في 50 المقدسة بعد القيامة، وبتتكرر تالت في يوم 50 اللي هو يوم العنصرة في صلاة السجدة. طبعا الكنيسة لما بتعمل كده بتبقى عينها على حاجة، يعني مش بتقعد تلزق أي حاجة في أي حاجة، لا، هي عينها على حاجة وعايزة تعمل بيها رسالة لولادها. هندردش النهاردة شوية في السامرية والكنيسة. نبدأ ونقرأ من إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح الرابع. بيقول: فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعم التلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد له أن يجتاز السامرة. وحكاية كان لابد له أن يجتاز السامرة دي لابد لنا أن نتوقف عندها، لأن الحقيقة هو ما كانش المفروض في سكته هيعدي على السامرة، لكن الإنجيل قال إنه كان لازم يعدي على السامرة. ليه بقى؟ عشان السامرية. فهو حط في ذهنه: أنا مشواري ملوش علاقة بالسامرة، بس في حد في السامرة أنا عايزه، يبقى أروح مشواري عن طريق السامرة، حتى لو ده هيلففني شوية، حتى لو ده هيعطلني، لكن احنا لينا هدف هناك. فكان لابد له، مفيش حاجة بتفرض على ربنا، لكن محبته وسعيه أن يجد كل خاطي ألزمته أنه يجتاز السامرة. لكن مفيش حاجة ينفع تتفرض على ربنا ونقول كان لابد له، لا، مفيش حاجة كان لابد. مين اللي خلاها كانت لابد؟ هو نفسه اللي عمل ده، هو اللي قرر أنا عايز أروح للسامرية. هي هتكون موجودة عند البير في الساعة 6، لازم تيجي تلاقيني مستنيها هناك في الساعة 6. الآية 5: فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر. هكذا جلس، هكذا قديس يوحنا ذهبي الفم بيقول يعني إيه جلس هكذا؟ بيقول ده كان مصطلح مستعمل في اليونانية، معناه انه قاعد زي ما هو من كتر التعب قاعد. عارف زي ما يجي مثلا واحد فينا يقول لك انا دخلت من باب البيت تعبان، اترميت على الكرسي زي ما انا. اهي اترميت دي يعني ما قعدش على عرش، ما قعدش على كرسي مريح. فالقديس يوحنا يقول كده: لم يجلس على عرش ولا على وسادة، لكن جلس ببساطة هكذا. شوفوا التعبيرات بتاعة الإنجيل، وشوفوا الآباء بيطلعوا لنا درر من بين السطور،
الله الممجد في قديسيه لما بيجي يدور على الخاطي بيمشي لغاية ما يتعب ويقعد كده يترمي من كتر التعب. بتعمل كده ليه يا رب؟ يقول لأنه لابد أن أجد كل خاطي، حتى لو كان السامرية، حتى اللي كانت عايشة في الخطية زي ما يكون، لابد أن أجد كل أحد. عشان كده الناس اللي بيقعدوا يفكروا ويقولوا طب الناس اللي في أماكن بعيدة ما سمعتش عن ربنا دي، ربنا هيعمل معاه إيه؟ يخش ملكوت السماوات ولا ما يخشوش؟ نرد عليهم نقول لهم إيه؟ نقول لهم خليكوا في حالكم، عمرنا ما هنكون أحن من ربنا، وعمرنا ما هنكون فهيمة عن ربنا، وعمرنا ما هنبقى إحنا حكمة وربنا جاهل، عمرنا ما هنكون إحنا رحمة وربنا قاسي، عمرنا ما هنكون إحنا مفتحين وربنا أعمى، حاشا. وكان نحو الساعة السادسة، برضو واقفة هنا. شوفوا دلوقتي بدأ يتجمع عندنا شوية حاجات. كان لابد له السامرة، وبعدين بئر يعقوب، وبعدين جلس هكذا، وبعدين الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء. كده كل الأفراد اكتملوا، عندنا المكان وعندنا الزمان وعندنا الأشخاص، وبقت كل حاجة جاهزة. جاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، الآية 7. فقال لها يسوع أعطيني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. خناقة طبعا كانت طويلة بين اليهود والسامريين، وكانوا اليهود يبصوا على السامريين إن هم نجسين، وبعدين بدأوا يتطوروا شوية ويقولوا لا مش نجسين، لكن هم في حالهم وإحنا في حالنا. فأجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك بالماء الحي؟ هتجيبه منين إذا كنت أنت جاي ومجهد وتعبان ولا معاك دلو ولا معاك حاجة، والبئر عميقة هتجيب مية منين؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. فقالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء كي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. إيه الحكاية بقى؟ بير عميق غويط، ميته اللي بيشرب منها بيعطش. المسيح له المجد قاعد عند الحتة دي، بيتقابل مع السامرية دي، وبذل مجهود حتى انه تعب لدرجة انه اترمى في الساعة السادسة. وبعدين قال لها سيبك من المية دي، المية اللي انا حدهالك من يشرب منها لا يعطش الى الابد. حكاية ايه بقى؟ الكنيسة. الساعة السادسة اللي احنا بنقول فيها يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة ها سمرت على الصليب، الصلبوت
الفداء الخلاص. المسيح بيقدم ذاته عن أحبائه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. المسيح بيقدم سر حياتنا، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد وأنا أقيمه في اليوم الأخير. سر الحياة بيعطيه إزاي؟ بيعطيه بالماء. بيقول من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. هي دي اللي قال بسببها كان لابد له أن يجتاز السامرة، لأنه إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات. لازم المعمودية، لازم الإيمان، لازم التناول، لازم، كان لابد له، ما كانش يعرف يفوتها، عشان لو فاتت يبقى بيموت البشرية، فدي ما كانتش ينفع تفوت. كان لابد له أن يجتاز السامرة عشان يبين الكنيسة معمودية وإفخارستية. فبصوا إيه اللي عندنا دلوقتي. عندنا بير غويط عمال إنه مفيش حياة، نعطش كل ما نشرب، نعطش كل ما نشرب، نعطش. قال أنا حديكم ماء هتشربوا منه مرة واحدة، والمية دي اللي يشرب منها مرة واحدة لن يعطش إلى الأبد. عشان كده المعمودية لا تعاد، زي ما رب واحد زي ما إيمان واحد برضو في معمودية واحدة. عشان بالرب الواحد والإيمان الواحد والمعمودية الواحدة نصير شركاء في الخبز الواحد، فنصير جسدا واحدا، وهي دي الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. شوفوا الكتاب المقدس جميل ازاي، وآبائنا جمال ازاي، وهم بيشرحوا لنا الكتاب المقدس وبيفسروه لنا. فتيجي الكنيسة تقول لنا ايه بقى؟ تقول لنا في الصوم الكبير ورونا التوبة بتاعتكم، ورونا الجهاد بتاعكم. إذا كان المسيح له المجد تعب عشان يلاقينا لغاية ما جلس هكذا، إحنا بقى هنعمل إيه؟ هنجاهد ونتعب بأمانة ولا هندور على الراحة وعلى الدلع؟ هنعمل إيه؟ دي ولا دي؟ إذا كان المسيح له المجد وجدنا في الساعة السادسة وهو مصلوب وهو عريان وهو يحمل العار من أجلنا وهو يسفك دمه حبا بنا وهو يكلل رأسه بإكليل الشوك وهو متجمل بكل الجراحات وبكل الألام وببصق اليهود عليه وبإهانتهم ليه وبجلدات الرومان على ظهره، ماذا يجب أن نفعل؟ إذا كان هو عمل ده إحنا نعمل إيه بقى؟ نعيش في الحرية ونعمل ما بدلنا، والكنيسة في حالها وإحنا في حالنا، الكنيسة تصوم وإحنا فطرين، الكنيسة بتصلي وإحنا نايمين، الكنيسة عمالة تقرأ نبوات وتقرأ قراءات، يعني ما فيش أكتر منها، وإحنا منغمسين في مشغولياتنا وفي ملذاتنا. فنعمل إيه عشان نلاقي ربنا؟ لازم نتعب إحنا كمان، ما ينفعش يبقى هو بيتعب هذا التعب من أجلنا وإحنا لا نحب الجهاد ولا نحب التعب. فالصوم بتاعنا جميل وبيساعد النفس على إن هي تجد الراحة بتاعتها
حتى في وسط التجارب. تعالوا نقرأ في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى الإصحاح الأولاني، وهو بيقول إيه في الآية 3: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. خدوا بالكم الكلام عن ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. إذا كان الصوم الكبير التوبة والجهاد للمعمودية، الولادة الثانية دي لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. فنقرأ الإنجيل ده في الصوم عشان المعمودية، ونقرأ في القيامة لأننا ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون. هنبتهج بإيه؟ بالخلاص وبالإيمان. هنفرح بيهم وإحنا عايشين هنا، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. في بهجة منتظرانا، بناخد العربون بتاعها في الكنيسة في حياتنا على الأرض، وناخد كمالها في ملكوت السماوات. في حاجة حلوة مفرحة مبهجة، بس دي ما نقدرش نطولها إلا بالجهاد والتعب. فيقول إيه؟ الذي به تبتهجون، مع إنكم الآن على الأرض في حياتكم هذه بالجسد إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. فما يهمناش بقى التجارب، ما يهمناش التعب، ما يهمناش الجسد ورفاهيته. ليه؟ يقول لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. برضو مع أنه يمتحن بالنار، يعني الإيمان بتاعنا بيمتحن دلوقتي بالنار. طب ولو نجحنا في الامتحان هيجرى إيه؟ هنبتهج بقى، بس مش نبتهج يسيرا، لا نبتهج كثيرا، مش يسيرا. نتوقف ونرجع نكمل بعد ما نسمع ونشوف حاجة جميلة قوي قوي قوي، القطعة بتاعت القداس اللي بتقول أجيوس، وابونا يقول فيها قدوس قدوس قدوس، بيصليها المتنيح الأنبا دوماديوس مطران الجيزة اللي احنا بنحتفل اليومين دول بعيد رسمته. والقطعة دي صلاها في قداس عيد الميلاد المجيد مع البابا شنودة الله ينيح نفسه، اللي هو القداس اللي رجع فيه بعد التحفظ. ودي من أجمل الصلوات اللي صلاها أنبا دوماديوس وتسجلت لي. فتعالوا نسمعها وشوفوا خشوعه وهو واقف على المسبح، وشوفوا جمال اللحن، وشوفوا لبسه اللي هو كان لبسه. تفضلوا. Yeah.
قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب هاهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك بالحياة الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. احنا بنحب نجيب لكم فيديوهات قديمة عشان نتواصل بين الحاضر وبين الماضي، واللي ما شافوش الكنيسة زمان واللي ما شافوش الآباء زمان يشوفوا آبائنا طول عمر كنيستنا مليانة خير، يعني مش النهاردة بس ومش زمان بس، ده طول عمرها مليانة خير. في رسالة معلمنا بولس الرسول لكورنثوس الثانية الإصحاح الرابع آية 7 يقول إيه؟ يقول ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. المية اللي احنا بنجري عليها عشان نشرب منها وما بترويناش، ربنا هيدينا حاجة تانية يشربنا منها ويشفينا ويشبعنا ويعطشنا إلى الأبد. فضل القوة لله لا منا، بنعمة الله القوة منه هو. إما إحنا نعمل إيه؟ إحنا علينا الجهاد بس. مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، أهو بنجاهد ونقول ده الألحان طويلة، ده الصوم طويل، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين. تروح الكنيسة تتملي سلام وتتملي تعزية، تقول مش هقدر أصوم انقطاعي لغاية الساعة 3، مجرد ما تخش الكنيسة الساعة 11 تلاقي الساعة 3 جت وانت عايز تكمل بقى لغاية 5 ولغاية 6. ده ايه؟ اهو هو ده فضل القوة لله لا منا، احنا بس نقدم لربنا وربنا بيبارك، نديله 5 خبزات و2 سمكتين يشبع بيهم 5000، ندحرج له الحجر يقوم العازر، نديله القليل اللي عندنا وهو يدي البركة من عنده. متحيرين لكن غير يائسين، شوفوا يعني اللي حيران ده يوصله للفشل، يقولك لا احنا حتى لو احترنا ما بنيأس. مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. القيامة والمعمودية، موت مع المسيح للقيامة مع المسيح، هي دي الكنيسة وهي دي السامرية. المية اللي بنشرب منها ما بترويش فعطشانين على طول، لا هشبعكم، ادينا يا رب شبع
يقول طوبوا للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. عايز تاخد اللي يشبعك وعايز تاخد اللي يحييك وعايز تاخد اللي يقومك وعايز تاخد اللي يشفيك، اتعب جاهد. نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المات. نسلم للموت، كل حاجة بتوصلنا للموت، وتقعد تتعب لغاية ما تقول خلاص هموت. اوصل للمرحلة دي هتلاقي القيامة هناك. اوصل بس لغاية البير واظبط نفسك على الساعة السادسة، هتلاقي المسيح هناك بالماء الحي اللي من يشرب منه لا يعطش إلى الأبد. نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. جسدنا ميت، المية اللي احنا بنشرب منها بتعطش، الجسد مائت. طب موت بقى مع المسيح تاخد حياة في جسدك المائت. الحياة دي منين؟ دي حياة يسوع هتظهر في جسدنا المائت. فتلاقي النهاردة عندنا جسد ماري جرجس ريحته جميلة وموجود وبتحصل منه المعجزات. ايه ده، هو مش جسد مائت؟ ايوه هو جسد مائت لكن ظهر فيه حياة يسوع، فبنكرمه وبنمجده لانه هذا الجسد سكن فيه الله. اذا الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. المعمودية تموت تقوم، احنا علينا نشيل الصليب حتى الموت لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا المائت. عالمين ان الذي اقام الرب يسوع سيقيمنا نحن ايضا بيسوع ويحضرنا معكم، لذلك لا نفشل، بل وان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. المعمودية بنقلع عريانين، الخارج يفنى لكن الداخل بيحصل فيه ايه؟ بيتجدد يوما فيوما. فبنلبس المسيح، بنلبس الخليقة الجديدة، بنلبس الإنسان الجديد، بنصير في المسيح خليقة جديدة. مع ان الخارج فنى، الإنسان العتيق مات في المعمودية. الإنسان العتيق جسدنا المائت بيتعب من الصوم وبيتعب من الوقفة وبيتعب من الصلاة وبيتعب من الألحان وبيتعب من ترديد المزامير وترديد القانون والتسبحة، بيتعب. جسدنا المائت بيموت مننا لكن بتظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. يقول لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. كل اللي احنا بنتعبه في الأرض ده دي حاجة خفيفة، الضيقة اللي احنا فيها دي حاجة بسيطة. فخفة ضيقتنا الوقتية المؤقتة يعني هي دي نفسها اللي هتنشئ لنا أكثر فأكثر، يعني أكثر من كده بكتير، هتنشئ إيه؟ هي دي اللي هتدينا ثقل مجد أبدي. حزنكم يتحول إلى فرح. الضيقة اللي احنا فيها هي اللي هتبقى بعد كده مجد أبدي. الحزن اللي احنا بنحزنه في توبتنا وفي جهادنا هو اللي هيتحول عندنا بعد كده إلى فرح لا ينطق به ومجيد. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فهي أبدية. ده اللي حصل بالظبط مع السامرية. لما نرجع كده للحوار اللي كان بينها وبين المسيح له المجد، قالت له يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. خلوا بالكم بقى من حكاية زوجك دي. هي طبعا معروف عنها في المدينة إن هي إنسانة يعني لها سمعة رديئة. المسيح له المجد طبعا لأنه هو الله عالم الغيب
عارف هي مين وعارف عنها كل حاجة، عشان كده جاي لها. فحب ينكش معاها، قالت له اديني المية دي عشان ما جيش بقى هنا تاني. قال لها حاضر اتفقنا، روحي هاتي جوزك وتعالي. ردت بتلقائية لأن الفكرة زغللت عينيها، عايزة المية دي اللي تشرب منها مية ما تعطش، مش هاجي بقى هنا تاني ولا هقعد كل يوم في الراحة والجاية الناس يبصوا عليا وامشي وانا مكسوفة، اديني مرة اشرب وخلاص عشان تستر عليا. قال لها ايه المسيح له المجد؟ قال لها حاضر عينيا، روحي هاتي جوزك وتعالي الى هنا. اجابت المرأة وقالت ليس لي زوج، على طول بتلقائية طلع اللي جواها، معرفتش تخبي عليه لأنها شعرت أنها في حضرة، مش هقول الله لأن هي يمكن يكون إلى هذه المرحلة لم تكتشف ذلك، لكن حست أن هي قدام حد مختلف، فطلعت اللي جواها قالت له ليس لي زوج. قال لها حسنا قلتي ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلتي بالصدق. خدوا بالكم، الواحد بعد ما كان بينظر إلى ما يرى بيتحول دلوقتي إلى النظر إلى ما لا يرى. العين بدأت تتجه مش على الأمور المادية، لا بدأت تخش في الروحيات، بدأت تعترف. قالت له أنا ماليش زوج. قال لها برافو، الكلام اللي أنت بتقولي عندك حق، كان لك 5 والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. شوفوا انتقلت لإيه؟ ما لا يرى، السجود. بعد ما كان الكلام على الجواز وخمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك والمية والبير والدلو، بعد ما كان الكلام في الماديات انتقلنا إلى إيه؟ ما لا يرى. كلام ربنا عمره ما وقع الأرض، بس إحنا نفهمه ونعمل به. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. شفتوا الحكاية راحت لغاية فين؟ راحت لغاية السجدة بتاعت يوم العنصرة، الذين يسجدون للآب يسجدون بالروح والحق. أدي 3 مرات اللي الكنيسة بتقرأ فيهم هذا الفصل من الإنجيل اللي هو اشتهر بإنجيل السامرية. في الصوم نجاهد حتى ولو إلى إماتة الجسد، ليه؟ عشان ننال قيامة مع المسيح فتظهر حياة يسوع في جسدنا المائت. وده هيدينا إيه؟ ده هيخلينا نسجد للآب بالروح والحق، مش بالفزلكة. نسجد هنا ولا في أورشليم؟ انتوا بتقولوا في أورشليم وإحنا بنقول هو السجود فين؟ قال لها يا ستي ولا هنا ولا في أورشليم، لكن السجود الحقيقي للآب بالروح والحق. الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. الواحد بيرتفع في كمال. أباء قالوا لنا أنه الخمس أزواج بتوع السامرية دول يشيروا إلى الناموس، 5 أصفار يعني، فدول كانوا ليها وراحوا، الناموس ما ينفعش في حاجة.
طب والسادس اللي هي عايشة معاه اللي قال لها ده ليس زوجك يطلع مين؟ الآباء قالوا لنا دول المبتدعين الهراطقة المنشقين، هم دول اللي بيجيبوا تعاليم فاسدة اللي الناس عايزة تمشي معاهم. فالآباء قالوا لنا لا طلعوا دول ولا طلع ده، أمال مين؟ الكنيسة بقى بتدور على عريسها، هتلاقيه في الساعة السادسة عند البير بالمية عشان يعطيها حياة، في الصليب، في المذبح، في الإفخارستية، تلاقي الكنيسة العريس بتاعها، الزوج الحقيقي اللي هنتحد بيه اتحاد زيجي. فيبقى النفس هي العروس والمسيح هو العريس، كل حاجة ماشية في هذا الإطار. عشان كده الكنيسة بتقدس الزواج، تقدس العلاقة الزيجية بين الرجل والمرأة، لأنها سامية جدا على مستوى العلاقة الزيجية بين المسيح والكنيسة. شوفوا الصوم يرفعنا ازاي ويوصلنا لإيه. هنروح نسمع حاجة برضو جميلة قوي من أيام الزمن الجميل، اسمة الصوم الكبير بصوت المتنيح الأنبا اندراوس مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، والمطران اللي كان قبل أنبا بشوي ربنا ينايح نفسه، اللي هو أسس البرنامج اللي احنا فيه ده، وربنا بقى يدي العمر الطويل لسيدنا أنبا ماركوس أسقف دمياط الحالي. تفضل. الصوم والصلاة هما اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بأصبع الله. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غطاءه عنهم. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الرسل وبشروا جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الشهداء
حتى سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الماء فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجهه رزين وإيمان ومحبة كاملة وصبر كامل ورجاء ثابت نكسر بذلك غير خوف ان نطلب اليك يا الله الآب القدوس الذي سموك ونقول نقول لكم تعيشوا وتصلوا. شوف الكنيسه جميله ازاي في لحنها وصلواتها، والصوت مش صوت حد بيغني لكن صوت فيه طرب لانه مليان روحانيه ومعبر عن كل كلمه بيقولها. فصلاه، شوفوا الشعب بيرد ازاي، المعلم نغمه مظبوط برتمه، حاجه تخلي الكنيسه كلها ما حدش يقف ساكت. وسمعتوا صوت اطفال، في طفل صغير صوته واضح قوي في المردات بتاعه الشعب، ما حدش ساكت. يعني سيدنا بيصلي في روحانيه والشعب كله عايش القداس، فنخرج من القداس ده مبسوطين وفرحانين، وكل اللي قريناه في الكتاب المقدس دلوقتي نعيشه عيشه حقيقيه. حصه القبطي يلا تعالوا بصوا معانا على الكلمتين دول. الكلمه دي احنا خدناها المره اللي فاتت وقلنا دي اسمها شيري، دي الشين، دي الشين ودي اليه ودي الره وهي نفس اليه. فلما نيجي نقرا دي كده مع بعضها نقول شي ري شي ري. طيب ودي قلنا الحرف ده اسمه ايه؟ ني، وده اي. يبقى دي لو هنقراها بقى ني، يبقى شي ري ني. يلا تاني شي ري ني. يلا كمان شي ري ني. نمسح ونكتب عشان كلكم برضو تعملوا كده. يلا اول حرف اللي هو الكي، قلنا زي الاكس بتاعت الانجليزي، والتاني الاي اللي قلنا عامل زي الاي ده اللي هو سي وفيها شرطه في النص، وبعدين الرو عصايه النص دايره، وبعدين ادي الاي تاني يبقى كده شيري، وبعدين ادي الني وادي الاي يبقى كده شيري ني. النهارده بقى هناخد حرف تاني اللي اتفقنا عليه المره اللي فاتت اللي هو يخلينا نقول ماريا، هو ده حرف الميم بتاع القبطي
سهل قوي يعني. بصوا او كده تعملوا دي كده ودي كده في يونكتين. سهله ولا صعبه؟ سهله. ها بالراحه، ادي واحده وادي واحده تانيه في يونكتين، ادي في يونكه اهي وادي في يونكه اهي، كمان ادي في يونكه اهي وفي يونكه اهي تاني اهي واهي. يلا كله يكتب اهي اهي. دي اسمها مي، والحكايه دي هتلاقيها مشهوره يعني. نقول مي ني مش عارف في ايه تاني، في في مش عارف في ايه كمان ايه. يلا نكتبها كمان مره. في يونكتين، ادي في يونكه وادي في يونكه. ده الحرف الصغير اللي هو ده اهو. الحرف الكبير بقى اللي هو الكابيتال اهو، شكله كده يعني، هو نفس ده بس بقى دول مقفولين بقى يعني. لو هنعمله هنعمله كده مثلا اهو، شايفين كده اهو، يعني كاننا ضمينا الفيونكتين دول عمل لهم خط اهو كده. وممكن تكتبوها كده خطين اهم، ونوصلهم كده من تحت ونعمل ودن وودن اهم، خطين ونوصلهم من تحت زي اليو كده بتاعت الانجليزي، وهنا نعمل لها ودن وهنا نعمل لها ودن. سهلة اهي، اليو اهي وادي هنا ودن وادي هنا ودن. نقوا بقى الطريقة الاسهل لكم واشتغلوا بيها. دي الميم بتاعت اللغة القبطية اللي هي اسمها مي. طيب لو دي المي، ها الشطار بقى يشتغلوا معانا، ودي اسمها ايه؟ الفا. يبقى دي كده نقول ايه؟ دي ميم. يبقى كده ايه؟ ما. برافو. طيب ودي ار، ودي ليه فاكرينها اليوتا، ودي الفا تاني الف تاني. ره يه الف تبقى ايه؟ ريا. ودي ما تبقى ما ريا، تبقى الكلمة كلها او الجملة كلها شيري ني ما ريا. السلام لك يا مريم. شي ري ني ما ريا، شيري ني ماريا، شيري ني ماريا. طب نكتب ماريا تاني. يلا واكتبوا معايا لو سمحتوا. ماريا. ادي الميم. طبعا ده اسم فاول حرف فيه بيبقى اللي هو الكبير اللي هو الكابيتال يعني. فيبقى اهو قلنا عصايتين ولا شرطتين ونربطهم من تحت ونعمل ودنين. يبقى دي المي. وبعديها الالفا. ايوه. وبعديها الرو. وبعديها يوتا. وبعديها الفا. خلي بالكم انا خنتكم المره دي في حاجه، عشان انا كل مره بكتب لكم الالفا كده عصايا وودن فنجان. انا المره دي عملتها كده، يعني هنتطور شويه عشان نوصل لشكل الحروف الحقيقي بتاع القبط. فهي نفس العصايه اللي احنا بنعملها بس ودن كده من فوق اهي. تبقى دي ما ري. برافو عليكم. ها امسح اقول لكم حرف كمان سهل قوي برضو، كلكم عارفينه بقى ده. ها. ايوه ده الشباب شغالين معانا زي الفل. الحرف ده اسمه الكاف، هو اسمه كبه. كبه
زي الكيل الانجليزي ونفس شكلها. ولو هنيجي نكتبه احنا هنعمل عصايه كده والتانيه كده والتالته كده. بس خلصنا. اها عصايه اتنين تلاته، عصايه اتنين تلاته، هي دي الكبه. ودي تنطق كاف. طيب لو احنا عملنا كده وانتوا اشتغلوا بقى يلا معايا كده، دي تبقى ايه؟ كي شطار، وكده كي جدعان، كده كي برافو، كو سهل قوي جدعان. نفكر تاني، الحرف ده الالفا بينطق الف، فلما يجي جنب الكاف يبقى كا. الحرف ده اي، لما يجي جنب الكاف يبقى كي. الحرف ده ي، لما يجي جنب الكاف يبقى كي. الحرف ده او، والحرف ده او برضو بس اسمها او كبيرة، او ميجا. والحرف ده يه، يبقى برضو كي. يعني احنا كده عندنا ثلاث حروف يه، ايه رأيكم؟ اي 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 يوتا ايتا، ادي دول ثلاث حروف ايه في اللغه القبطيه. ولسه في حرف رابع اما يجي وقته نبقى ناخده. وفي حرف واحد للالف اللي هو الالفا، تمام كده. طب والاو اهم، يبقى في حرفين او، دي او صغيره يسموها او ميكرون يعني او صغيره، ودي او ميجا يعني او كبيره، ودي الالفا اللي هو الالف، ودول التلات حروف اللي ممكن يتنطقوا يه، اي يوتا ايتا. بس وكفايه كده النهارده، نراجع تاني حرف المي اهو الكبير والصغير بتاعه، وادي حرف الكبه، دول بس اللي احنا اخدناهم النهارده. على فكرة انتوا كده تقدروا تقروا حروف كلمات كتيرة قوي قوي من القبطي، واشجعكم ان انتوا تمسكوا الإبصلمودية، وان شاء الله نقرأ منها المرة الجاية شوية حاجات عشان تشوفوا ان انتوا بقيتوا اساتذة في اللغة القبطية. نرجع تاني للسامرية والكنيسة. في رسالة معلمنا بولس الرسول لكورنثوس الأولى الإصحاح الخمستاشر من آية 42 يقول إيه؟ هكذا أيضا قيامة الأموات. نتكلم على القيامة، عايزين المية اللي احنا نشبع بيها وإلى الأبد. هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد. لازم نتعب، لازم نزرع، واللي هنزرعه هنلاقيه. نزرع تعب هنحصد راحة، نزرع ألم هنحصد تمتع ومجد، هنزرع صليب نحصد قيامة، هنزرع هوان نحصد مجد. لازم نزرع، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. هكذا مكتوب أيضا، صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محييا.
مين آدم الأخير؟ المسيح له المجد. لكن ليس الروحانية أولا بل الحيوانية وبعد ذلك الروحانية. الإنسان الأول من الأرض ترابي، السامرية زمان قبل المعمودية، الكنيسة زمان قبل المعمودية، الإنسان زمان قبل المعمودية كان إيه؟ كان هو ده ترابي، وفي فساد وفي هوان وفي ضعف وحيواني، كان هو كل ده ونفساني. بعد كده بقى إيه؟ في الجديد بقى في المسيح، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الخليقة الجديدة يبقى فيها إيه؟ عدم فساد، مجد، قوة، روحاني، روحا محييا. الإنسان الأول من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. أقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله. عشان كده كان لابد له أن يجتاز السامرة، لأنه لا يقدر أحد أن يدخل ملكوت الله بدون المعمودية، ولا يحيا أحد بدون الإفخارستية. فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث ولا الفساد عدم الفساد. أنا بطبيعتي الفاسدة لا أرث عدم الفساد. طب عشان أنتقل من الفساد إلى عدم الفساد يعوزني لقاء مع المسيح في الساعة السادسة عند الماء الحي. الكنيسة المعمودية والإفخارستية. شوفوا السامرة كانت حاجة وحشة قوي، وكانوا يشتموا بيها، يعني كانوا يشتموا المسيح له المجد ويقولوا له ألسنا نقول حسنا أنك سامري وبك شيطان؟ ولما المسيح له المجد شرح مثل السامري، كان عايز يوريهم أن اللي أنتوا بتقولوا عليه وحش قوي، شوفوا ممكن يطلع منه حاجة حلوة إزاي. ولما حكى المعجزة بتاعت أو حصلت المعجزة بتاعت العشرة البرص، قال لهم أن الغريب الجنس هو اللي رجع شكر كان سامري. فأيوة الإنسان حتى لو كان وحش القيامة تخليه حد تاني وتخليه إنسان كويس. هنقرأ حاجة من سيرة أنبا أنطونيوس. القديس أثناسيوس بيقول عليه إيه بعد ما حكى حكايته لغاية النياحة؟ بيقول هذه هي نهاية حياة أنطونيوس في الجسد. أما الوصف الذي تقدم فهو لمحة عن نسكه. وخلي بالكم نفس النهاية اللي بينهي بيها القديس يوحنا الإنجيل بتاعه عن المسيح له المجد، بيقول أنا بعد ما كتبت لكم كل ده دي مجرد لمحة عن نسكه، لكن هو كان حاجة فوق الوصف. وإن كان هذا الوصف أقل مما يستحقه، فإنك بهذا يمكنك أن تدرك كيف كان أنطونيوس رجل الله عظيما. بشوية الكلام دول هتقدر تعرف إزاي أنطونيوس ده اللي هو رجل الله كان عظيما. ذاك الذي منذ شبابه إلى سن متقدمة كهذه احتفظ بغيرة ثابتة نحو النسك، بيحمل كل حين إماتة يسوع كل حين، عشان كده بقى عظيم. لم ينغلب بسبب تقدم سنه من شهوة الأطعمة الفاخرة. مش كل ما يكبر يبطل صيامه ويقلل صومه ويقول طب ناكل بقى مش عارف ايه الهمبرجر الصيامي وايه البتنجان الصيامي وايه، لا. ولا غير طريقة ملابسه بسبب ضعف جسمه، ولم يغسل رجليه بالماء أبدا، يعني ما كانش يريح نفسه أبدا، ومع ذلك ظل سليما من كل أذى. احنا بنفتكر ان احنا لما نتعب مع ربنا هنضيع حياتنا، لا، من أضاع حياته من أجلي يجدها. عينيه لم تظلمه، عينه ما بخششتش، بل بقيت سليمتين تماما، وكان يرى بوضوح. أما أسنانه فلم يفقد واحدة منها، مع أنه كان عايش على الفول والعدس والبصارة، بل زادتها شيخوخته ثباتا من اللثة، يعني من جدورها معظمة.
وظل قوي اليدين والقدمين، وبينما كان كل الناس يستعملون أطعمة منوعة وثيابا متعددة، كان هو يبدو أكثر انشراحا وأوفر قوة ببساطة طعامه وملبسه. يعني عاش النسك وعاش الجهاد، بس بقى يسجد لله بالروح والحق. القيامة فرقت معاه، هي دي الكنيسة. مهما كانت حياتنا زي السامرية، يعوزنا الجهاد ويعوزنا التعب ويعوزنا النسك، يعوزنا ان احنا نمشي مع الكنيسة في طريقها. وما تخافوش، هناخد قيامة وهناخد فرح وهناخد سعادة وهناخد تقوى وهناخد كل حاجة. معلمنا يوحنا يقول: الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم، الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. في فرق بين أن الإنسان يعيش حياة أرضية أو يعيش حياة سمادية. الحياة الأرضية بتخلي الإنسان غرقان في الشهوات، 5 أزواج ما كانوش مكفيين، وعايشة مع واحد مش جوزها، وعايشة ولا هممها ولا فارق معاها. الحياة بقى في المسيح بتخلي الواحد يكتفي ويتطلع إلى الروحيات ويجاهد لكي ما يغلب. أول ما الواحد عينه بتنفتح على ربنا، بيترك الماديات ويبدأ يسأل عن السجود فيسجد بالروح والحق. العذراء لما عينيها انفتحت في بشارة الملاك قالت له: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ ممكن أفهم. لما نيقوديموس عينه اتفتحت قال له: كيف يمكن للإنسان أن يولد وهو شيخ؟ لعله يقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟ والسامرية لما عينيها انفتحت قالت له: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ العين بتتفتح، فالإنسان يبدأ يتغرب عن الماديات ويطلب الروحيات، والله طالب مثل هؤلاء الساجدين له بالروح والحق. كل سنة وانتم طيبين، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.